الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، لان احنا كنا محتاجين الثلاثه بونت دول باي شكل النهارده في ظل الظروف. يمكن ملعب ما اعرفش اذا كان باين بالشكل السيء اللي احنا شفناه فيه النهارده، الملعب سيء جدا للغايه. احنا يمكن ما نعرفش ننقل الباصتين على بعض، يمكن كل لاعبنا مش عايز اقول يعني بالبلد كده تشليت وبتاع، بس كنا مضطرين لكده، لان الماتشات دي بتاعت تجيب جول، الماتشات دي بتاعت تجيب جول وما تجيبش وما يجيش فيه الجوال. لا يمكن النهارده كلنا ادينا باداء رجولي، يمكن الشكل المطلوب بتاع النادي الاهلي او اداء النادي الاهلي، طبعا الماتشات بتاعت افريقيا بتختلف تماما عن اللعب في مصر، يمكن ادينا كلنا بشكل رجولي اكتر منه شكل جمالي، وده المطلوب في الماتشات بتاعت افريقيا، والحمد لله على 3 بونت. واتمنى ان شاء الله ان الامور دي بتعود علينا ان شاء الله الاحداث السيئه اللي بتحصل في مصر، واتمنى ان شاء الله تبقى في بسمه او الى حد ما عشان الظروف اللي في مصر دي. اتمنى السلامه للجميع ان شاء الله. شكرا. ديجيتال سيكون دائما معاك.